ما أعظم حرمتك وما أطهر أرضك، هنا بين جنباتك ولد الهدى، في طرقاتك كان يمشي، وهنا كان يدعو، وهنا وهنا توارثك رجال عرفوا قدرك وقدسية أرضك، فسعوا في رضا ضيوفك والقيام على حاجاتهم. بلد إليها كل خير ينتمي، والحاكم الجبار عنها يمنع، إنها مكة المكرمة. بعد أن غذتهم إيران بالسلاح، ومن قبله غذتهم بالحقد، وأعمت بصيرتهم عن قدسية هذه الأرض المباركة، تعرضت مكة المكرمة البارحة لمحاولة اعتداء من قبل ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي، ليعلن التحالف بقيادة المملكة أنه تم تدمير الصاروخ الذي أطلق من صعدة باتجاه مكة دون أي أضرار، وقبل 65 كيلومترا. المقاتلات أغارت على موقع إطلاق الصاروخ في صعدة ودمرت مصدره. يعد ذلك الصاروخ الثاني الذي يطلقه الحوثيون على مكة المكرمة بعد أن تدربوا على استخدام هذا النوع من الصواريخ على يد إيران وحزب الله. توالت الإدانات من جميع الدول على هذا الاعتداء لأطهر بقعة عرفها التاريخ، فمن دول الخليج إلى جامعة الدول العربية والدول الإسلامية، الجميع اعتبر هذا الفعل خيانة لله ولدينه ممن تشدقوا به، وهو منهم براء. رباه، أي دين ذاك وأي خلاق يستهدف بيتك، قبلتك، مهبط وحيك، ويكفر حماة حرمك؟ رباه، إن لك رجالا صدقوا ما عاهدوك عليه، فمنهم من قضى نحبه ارتقى إليك، ومنهم من ينتظر فهو في سبيلك، وما بدلوا تبديلاً.